ولكن هنا مسألة مهمة، وهو كيف يكون القرآن سببا للشفاء؟ هل يكون القرآن كما ظن بعض الناس بوضعه مصحفا فوق الجسد، أو يكون بفتح ورقاته والنظر إليها، أو غير ذلك من الأمور؟ قال أهل العلم إن الشفاء بالقرآن بثلاثة أمور: بتلاوته واستماعه والرقية به. سأذكر هذه الأمور الثلاث على سبيل الإجمال، ثم ربما أبسط الثالثة لأنه ربما كان الحديث عنها. أما الأمر الأول وهو القراءة، فإن أعظم ما ينتفع به المرء بالقرآن قراءته، لأنه يشترك فيه لسانه، ولا يكون المرء قارئا للقرآن إلا بحرف وصوت بإجماع أهل العلم، حكاه أبو الخطاب والنووي وغيرهم. فإن مجرد النظر إلى أوراق المصحف وقراءة الآي بالذهن لا يصدق عليه أنه قراءة، إذ لا قراءة إلا بحرف وصوت. ولأهل العلم مسلكان في الحد الأدنى لما تكون به القراءة والكلام، فقيل إن أقله تحريك اللسان والشفتين في الآدميين، فلا حرف ولا صوت ولا كلام من الآدميين إلا بتحريك لسان وشفتين. وقيل وهو الأحوط أنه لا بد أن يزيد على ذلك بأن يسمع نفسه، إذن لا قراءة قيل إلا بأن يسمع نفسه، وقيل إلا بأن يحرك لسانه وشفتيه. وأما مجرد النظر في الآي فلا يسمى قراءة، ولذلك فإن الأصم لا يكون قارئا للقرآن، وإن كان يستطيع النظر وفهم المعاني، وإن كان هذا له أجر سأذكره بعد قليل فيما يتعلق بالتفكر في المعاني. إذن هذه المسألة الأولى في كيفية القراءة، وأنه لا بد فيها من أحد أمرين على خلاف في حد ذلك. الأمر الثاني أن هذه القراءة كما يشترك فيها اللسان بالنطق، فإنه يتم فيها الأجر كاملا، ويتحقق بها النفع تاما إذا اشترك القلب مع اللسان. ولذلك فإن الذكر للقرآن ولسائر الأذكار نوعان، وإن شئت قل هو ثلاثة أنواع. النوع الأول من يذكره بلسانه فقط، أي بدون قلبه. والنوع الثاني وهو الأتم والأكمل، من يذكر القرآن ويقرأه ويذكر الأذكار بلسانه وقلبه معا. فإذا قرأ آية كتاب الله عز وجل تأمل فيها، ولو لم يتأمل إلا بأسماء الله وصفاته لكفى. ولذلك يقول الله عز وجل: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قيل معنى إحصائها أن يعرفها وأن يقرأها وهي كلها في كتاب الله عز وجل، وأن يتفكر في معانيها وأن يدعو الله بها. وذلك لما دعا الله عز وجل زكريا، دعا الله عز وجل باسم يناسب طلبه: إنك أنت الوهاب، لما أراد أن يدعو بالولد. فمن أراد أن يدعو بالشفاء فيدعو الله عز وجل بالأسماء التي تناسب ذلك. من أراد أن يدعو الله بالتخفيف عنه مما هو فيه من ضيق وشدة فيدعو الله عز وجل بالأسماء التي تناسب ذلك مما هي في كتاب الله عز وجل. من قرأ القرآن ثم تأمل الآيات التي فيه في عظمة الجبار جل وعلا وقدرته سبحانه، وأنه قادر على كل شيء، حينئذ يهون عليه مرضه وما أصيب به من بلاء. من قرأ القرآن ونظر ما فيه من العزة وما فيه من القوة، ما يكون فيه من ضعف في حالات وما يكون فيه من وهن في أوقات، فإنه بقراءته لكتاب الله عز وجل تقوى نفسه وتعتز وتكون أقوى حظا مما من حالها قبل ذلك. إذن أكمل من ينتفع بالقرآن شفاء وأجرا وانتفاعا وفقها هو الذي يقرأه بلسانه وبقلبه معا. أما لسانه فعرفناه بأن يحرك لسانه وشفتيه قيل، وأن يسمع نفسه. وأما بقلبه فأن يتفكر في معانيه وأن ينظر في دلائله، فما نظر أحد في كتاب الله إلا زاده الله إيمانا وقوة ويقينا. ويشهد لذلك ما جاء أن عدي بن حاتم الطائي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أتعلم ما معنى الله أكبر؟ فقال عدي: الله ورسوله أعلم. قال: معناها أن الله أكبر من كل شيء. فدل النبي صلى الله عليه وسلم عديا لفضل القراءة والتفكر بالقلب. فكم من امرئ يكبر لكن إن تأمل أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبر من الظالم وأكبر من المرض، والله عز وجل أكبر من كل شيء، كل أسباب الدنيا الله عز وجل أكبر منها وأقدر وأجل سبحانه وتعالى، فحينئذ يقوى إيمانه وينتفع. إذن الأمر الأول يكون بالقراءة، ولذا فإن مجرد قراءة العبد للقرآن سبب لشفائه. الأمر الثاني وهو الاستماع، ولذلك فإنه يقول أهل اللغة وأهل الفقه إن زيادة المبنى زيادة للمعنى. ففرق بين السماع والاستماع، فالسماع مجرد طرق الصوت للأذن، وأما الاستماع فهو إرخاء السمع له. وكل من استمع للقرآن أجر عليه، لكنه دون أجر التالي،
لكنه يشترك مع التالي في التفكر بالقلب، فمن أرخى سمعه للقرآن وتفكر في معانيه ودلائله فإنه سينتفع به ولو كان القارئ له غير قاصد رقيته، بل ولو كان قراءة القرآن مسجلة ولكنه يرخي لها سمعه. وهنا مسألة مهمة جدا، فإن هناك فرقا كما ذكرت لك بين الاستماع والسماع، وذلك طبعا من نفع الاستماع قول الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فمجرد التلاوة وإرخاء السمع لها يزيد الإيمان ويقوي النفس ويشفيها كما ذكر الله عز وجل في كتابه. أريد أن أبين مسألة، أن الانتفاع إنما هو بالاستماع، وأما السماع فلا أجر فيه ولا نفع. والسماع هو أن يطرق السمع أو الصوت الأذن، وذلك فإن بعضا من العلماء في بعض البلدان قبل قرن ونحوه لما جاءت هذه الإذاعات والمسجلات وغيرها أفتى بعض الحنفية بأنه لا يجوز وضعه في الأسواق، لأن الناس مشغولين بالصخب، مشغولين بالبيع والشراء، ولأجل ذلك فإنهم لا يرخون سمعهم للقرآن. قالوا ولأنه لا ينتفع بالقرآن ولا يؤجر إلا من استمع إليه، فمجرد جعل الآية تتلى سماعا ليست بنافعة في الأجر، وليست بنافعة أيضا في التلاوة، بل لا بد من التفكر في المعاني، إلا أن يكون من باب الرقية سأذكره بعد قليل في النوع الثالث. ولذلك فإن مجرد استماع المرء للتالي في صلاة أو خارج صلاة فإن الله عز وجل يزيد بها الإيمان ويقوي بها النفس وينفع بها بأمر الله عز وجل. الأمر الثالث وهي قضية أن الله عز وجل يجعل الشفاء بالقرآن بالرقية، ومعنى كونها رقية أي معوذة قبل الوقوع، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ أبناءه، وجاء عن ابن عمر أنه يعوذ أبناءه، أو يكون تلاوتها بعد وقوع البلاء بسائر أنواع المرض، وفي كلها خير ونفع. وهذا التالي إذا قرأ على غيره انتفع غيره به وإن لم يكن مستمعا، بل وإن لم يكن مؤمنا، فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم أتوا قوما فاستطعموهم فأبوا أن يطعموهم وكانوا قوما كفارا، فلدغ سيدهم فقالوا هل فيكم من راق؟ قال أبو سعيد فرقيته بالفاتحة فشفي. فدل ذلك على أن الرقية نافعة إذا كان الراقي الذي يقرأ، وإن لم يكن ذاك مستمعا فإن الصبي ليس بمستمع لأنه صغير لا يستطيع الاستماع بل ولا نية له، بل ولو كان غير مسلم. وهذه الرقية جاءت صفتها في طرائق متعددة، فجاء مرة الرقية بالقراءة، وجاء مرة الرقية بالنفث أي الصوت الأول فقط والثاني بصوت مع نفث، وجاء كذلك الرقية في ماء ويشرب ذلك الماء وجاء أو يغتسل به، وجاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. وكل هذه الأمور ورد بها النقل والأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه،